أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. على خلفية الأحداث الجارية في البلاد، وردت لمركز عدالة توجهات من عدة طلاب وطالبات من جامعة حيفا عقب تلقيهم رسائل فصل أو توقيف عن التعليم من إدارة الجامعة. وقد أبرك مركز عدالة برسالة إلى إدارة الجامعة بواسطة المحامي عدي منصور باسم الطلاب والطالبات الذين توجهوا إلى المركز، إذ أشار المحامي منصور في رسالته العاجلة إلى أن الفصل غير قانوني، خاصة أنه لم يتم استدعاء الطلاب والاستماع إليهم قبل اتخاذ هذه القرارات. لمعرفة آخر التطورات في هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة. مساء الخير دكتور حسن. مساء النور. أين وصلت هذه القضية دكتور؟ يعني احنا عمليا مثل ما تفضلت قاعدين بنتلقى كثير شكاوي من الطلاب، توجهات الطلاب خاصة من جامعة حيفا اللي عمليا اتخذت إجراءات سريعة بالنسبة لهم بدون إعطائهم حق السماع، بدون السماع بإدعاءاتهم. نعم. نتيجة لكتابات في الفيسبوك منها إنه الطلاب فصلوا من الجامعة، كثير من الطلاب طلب منهم إنهم يهاجروا ويسلموا غرفهم بمساكن الطلبة. إحنا قمنا بتوجهات سريعة للجامعة، انضموا لهي التوجهات السريعه برضه محاضرين من الجامعه نفسها اللي بيعودوا عرب اللي فعلا قالوا ناس اصوات غير قانونيه مثل ما حضرت فيها. بالنسبه لقسم من الطلبه استجيبت الجامعه لها وافضلت مثلا قضيه اتقان مساكن الطلبه للطلاب وأجلت قرار لحين اعطاء حق الزمان. نعم. فرصه بدي اقول لشبابنا وشاباتنا. نعم. نعم. وطالباتنا في مراقبه شديده شديده جدا على الفيسبوك تاعكم، في مراقبه كثير على كل ما بتعملوا. يبدو ان السلطه مش بس الجامعه، واحنا قاعدين ناخذ طلبات برضه من اماكن عمل المستشفيات وغيرها، توجهات العمليه قاعدين بيقوموا بعمليه فصل سريعه ويقولوا بعدها بنعطيكم حق الزمان. نعم. ينتبهوا للكتابات. زمان ممنوع تكون تحريضي وصل للقانون، وصل للقانون الكتابات تكون مؤيده بشكل مباشر لاي عمل غير قانوني او لاي جهه معرفه انها غير قانونيه. هذا الشيء بلاش صار في حالكم يا طلاب وطالباتنا، كان هي سهله انه الجامعه تكون الجامعات تكون بفصلكم واتخاذ اجراءات تعبر صح. احنا نعم صح رافعين دكتور كل الدعم القانوني، ولكن برضه علينا نعم انت بتقول دكتور حسن جبرين علينا ان نكون حكيمين، وهذا يشمل كل المجالات ليس فقط من يتعلم في الجامعات، كما اسلفت ايضا العمال والاطباء والموظفين وما الى ذلك. سؤالي لك دكتور حسن جبرين، يعني هل تشعر بان هذه المره غير عن يعني عن مرات سابقه، يعني في هبه الكرامه وفي مواجهات عسكريه ما بين حماس واسرائيل كان مثل هذه القضايا، هل الان انت قلت في بدايه حديثك انه كل شيء مراقب، هل هذه الرقابه اكثر من مرات سابقه كما تلمس انت الموضوع؟ من ناحيه المراقبه، المراقبه نفس الشيء، بس سؤالك مهم كثير لانه هاي المره الخطوات بتتخذ بشكل سريع. في السابق في ايام احداث الضربه او هبه الضربه او لما كان هناك حروبات على غزه، كانت الخطوات تتخذ بشكل تدريجي، اولا اعطاء حق السماع وبعدها يستمعوا للابتعاد، وكانت هناك صعوبه في اتخاذ اجراءات سريعه، ولكن اليوم القرار اتخاذ الاجراءات سريعه وبعدها تسمع. نعم. لذلك الوضع صعب، وعلينا نفهم انه من ناحيه وجهه نظر اسرائيليه او الوضع اليوم وضع يختلف اختلاف جذري عن كيف شافوا حبه الكرامه. نعم. كيف شافوا الحروب ضد غزه سابقا. اليوم بهذا العدد الكبير من القتلى هناك عدم تسامح عدم. نعم. نعم أريد أن أشكرك جزيل الشكر المحامي الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة، شكرا جزيلا. شكرا.